تستطيع أن تقرأ في الدقيقة سورة الفاتحة سردا 7 مرات. 7 مرات تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة. السورة إذا قرأتها مرة واحدة من الحرف بعشر حسنات تكتب لك بالمرة الواحدة 1400 حسنة. إذن بسبع مرات تستطيع أن تكسب من الحسنات ما يقارب 10,000 حسنة. 10,000 حسنة بدقيقة واحدة. كيف؟ تقرأ الفاتحة 7 مرات. أيضا أضرب لك مثالا آخر، تستطيع أن تقرأ قل هو الله أحد ربما 20 مرة قراءة، يعني سردا تقرأ قل هو الله أحد في دقيقة واحدة 20 مرة حتى لو كانت 10 مرات. تعرف ما أجرك؟ من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة بدقيقة، يمكن بيتين بعد. ليس هذا فقط، قل هو الله أحد 1/3 القرآن، يعني من قرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن، يعني في الدقيقة كأنك قرأت القرآن 7 مرات. أرأيت؟ الأمر يسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كم ضاعت علينا من الدقائق، كم مضت علينا من الساعات لم نستفد منها. أضرب لك مثالا ثالثا، تستطيع أن تقول بدقيقة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 20 مرة، وهي كلمة التوحيد، وهي خير كلمة قالها النبيون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيها من العتق من الرقاب، كأنك تعتق رقابا وأنت تقرأ هذا الذكر. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أرأيت كم نحن نضيع من أوقاتنا وأعمارنا؟ في دقيقة تستطيع أن تفعل أكثر من هذا. كلمة سبحان الله وبحمده سمعت بهذا الذكر، تستطيع بدقيقة أن تقولها 100 مرة، حتى لو دقيقتين 100 مرة تقول سبحان الله وبحمده. تعرف ما أجرك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لو ذنوبك مثل الزبد اللي على البحر، شفت الرغوة اللي على البحر، هذا الزبد، لو ذنوبك بهذا القدر وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة تحط الخطايا، تذهب الخطايا. أرأيت أخي الحبيب؟ أرأيت أختي الفاضلة؟ كم نحن نضيع من أعمالنا وكم نضيع من أوقاتنا. جالس يا أخي تنتظر دور في إحدى الوزارات، أو في إحدى مثلا المستشفيات، أو في أي مكان تنتظر الدور، أو جالس في السيارة، أو يعني ذهب بالسيارة من مكان إلى مكان، لسانك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني استغل اللسان، اجعله رطبا من ذكر الله.